كمان داخلين بنموذج شراكه ايه؟ يعني هل سنبقي معنا في صندوق مصر السيادي 51% واللي جاي ياخد 49، ولا انت طارح كام؟ طارح كام في هذه الشراكه؟ ثانك يو، ده سؤال مهم جدا. هو اسلوب الشراكه هنا بالنسبه للمجمع بالذات، بالنسبه عشان الثقل يعني العاطفي الموجود للمبنى، احنا بالنسبه لنا كمان الموديل بتاع الطرح النهارده هيبقى مختلف شويه، هيبقى موديل شراكه، ولكن مش بعمل شركه واحط فيها راس مال بالمجمع يبقى راس مال جزء من حصه راس المال. لا، هو المبدا هنا هو مبدا حق الانتفاع. فاحنا بنقول ان المبنى ده هيبقى زي ليس هولد، والمبدا ده متعارف عليه في الـ في الـ في الصنعه دي، ليس هولد لمده 25 سنه وقد تزيد، وهو دي محددات الطرح اللي احنا طرحناها. والمطور او الشريك في التطوير بيجي يقول انا متفق مع رؤيتكم في التطوير. احنا رؤيتنا للتطوير زي ما حضرتك تفضلتي قبل كده، رؤيتنا في التطوير عملنا ماركت سيرفي يعني غير منحاز لاي استخدام من استخدامات في طبعا المطورين شايفين المبنى ده مبنى اداري بحكم ان هو كان اصلا مبنى اداري. في شركات اداره فنادق شايفه ان هو انا اجيب علامه تجاريه جديده تخش مصر لاول مره من شركات اداره الفنادق العالميه، واحط ايكونيك يعني تايتل على مبنى مجمع تحرير في وسط العاصمه، وكل واحد بيشوفه بمنظوره ومن راه في شكل مجمع تجاري. فاحنا هنميكس كل دول بمجاسب مختلفه. وده بناء على دراسه سوق. ولكن حق امتياز وليس يعني مش بيع، يعني مش شراكه، مش بيع. طيب لازم اسالك على العروض التي كنا اتكلمنا قبل كده على مع السيده وزيره التخطيط على لاول مره طرح شركتين من شركات الخدمه الوطنيه. ايه اللي حصل في هذه الشركات؟ كان في عروض، ماذا حدث في هذه العروض؟ الموضوع ده يعني طبعا للاسف بسبب الكورونا خد وقت اطول مما كنا متخيلين، ولكن الحمد لله الانجيجمنت اللي موجوده من المستثمرين المهتمين بالشركات مشجعه جدا. احنا دلوقتي في مرحله استكمال البيانات اللي تؤهل المستثمرين من اتخاذ قرار استثماري، فعشان يدونا ما يسمى بعرض استرشادي لتقييم رؤوس اموال او حصص المستهدفه بالاستثمار في الشركات دي مع خطه التطوير. وده هيبقى بالنسبه لنا عنصر من المفاضله ما بين الـ يعني المستثمرين المختلفين، هي خطه التطوير وطبعا التقييم او اسس المشاركه والنسبه المستهدفه. احنا كنا بنتكلم على وطنيه، واظن كان في انا مش فاكره الشركه، وصافي بالظبط، وطنيه وصافي مزبوط. طيب كم شركه طيب قدموا حتى؟ يعني السؤال ده صعب. يعني هو انا اقدر اقول ان هو العدد يتعدى اصابع اليد الواحده، بس ما اقدرش اقول اكتر من كده عشان احنا مضيين شركات عربيه واجنبيه ومصريه وعالميه، يعني لان كنا سامعين وقتها ان في شركات اماراتيه، وبعدين يعني بعد كده لم يكن هناك حديث. ده كلام حضرتك اللي تقوليه مش انا. طيب ماشي. عموما يعني فنتوقع امتى طيب الاعلان عن البت في هذه العروض؟ جدولنا الزمني مستهدف ان شاء الله بعد الصيف يكون استكمال البيانات تم، ويكون المستثمرين مؤهلين ان هم يتخذوا قرار استثماري بعد استكمال هذه البيانات. اشكرك شكرا جزيلا سيد ايمن سليمان، رئيس تنفيذي لصندوق مصر السيادي، تحدث معنا عن طرح حق انتفاع او يعني حق انتفاع للمجمع التحرير لتحويله بقى الى مبنى اداري، مبنى تجاري، مبنى، مهم تطويره وتحويله لمبنى اخر يعني لاستخدامه، وده حق انتفاع وليس بيع. دي اول حاجه لمده 25 سنة. واتكلم أيضا على شركات الخدمة الوطنية، واتكلم على ما بعد الصيف إن هو ربما يعني تتضح الأمور بشكل أكبر بعد الصيف.